دلوقتي الهدف ان احنا نوصل نادي الزمالك دي امانه، واحنا كلفنا بيها من الجمعيه العموميه، ان احنا بنقول للجمعيه العموميه هي صاحبه القرار في عزل اي عضو او فصل اي عضو او اسقاط عضويه اي عضو. تمام. بوجه لهم وبقول طبعا، يعني انا بقول الكلام ده لجمهور نادي الزمالك العظيم اللي موجود في داخل مصر وخارج مصر. بطمنكم واحنا بنشتغل، وكل يوم بنشتغل بطاقه كبيره جدا جدا، حاطين يد على كل حاجه، بنشتغل على الحفاظ على نادي الزمالك. هو نادي الزمالك بيشتغل بنظام مؤسسي بمعنى الكلمه، وليس نظام تمام. مؤسسي، لكن احنا بنشتغل نظام مؤسسي، كل واحد بيشتغل في شغلته، كل واحد عارف يعمل ايه، كل واحد بيذاكر في كشكول بتاعه، كل واحد بيشتغل في نتائج، في حسابات موجوده، احنا في الاخر في تقييم الحسابات، ويمكن المرحله الجايه ان شاء الله هتبقى في طفره، في ربنا يوفقنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله، ولحد ان شاء الله. دي رسائل مهمة جدا من حضرتك في الحقيقة، وأعتقد هي كانت يعني بتتخلى البيان اليوم والمناشدة اللي كانت لجمهور نادي الزمالك. تمام كده، احنا بنقول البيان النهارده، احنا طلعنا يعني اصدرنا هذا البيان لمخاطبة الجماهير تمام ومحبي نادي الزمالك في داخل مصر وخارجها، تمام ان انا بقول دايما جمهور نادي الزمالك هو جمهور عظيم وحمول ايضا واصيل، يبان معدنه في المواقف الشدائد. طيب، الجزئيه اللي انا عايز اسال حضرتك فيها دلوقتي، امبارح حتى كان معايا المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، واللي قال ان احنا منتظرين خطاب من نادي الزمالك انه يوصل، وبناء عليه هنتصرف ونشوف هيبقى التدخل بانهي شكل من الاشكال. ده قبل تصريحات الوزير نفسه النهارده اللي ادت الحق لمجلس اداره نادي الزمالك في ان هو يختار الوضع الانسب بالنسبه لهم. لكن هل هيتم خلال الساعات المقبله مخاطبه وزاره الشباب والرياضه من قبل نادي الزمالك بشكل او بخطاب رسمي؟ بالظبط، احنا في مجلس اداره احنا كلفنا الشؤون القانونيه بارسال خطاب لوزاره فعلا. الشباب تمام والرياضه. تمام وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ايه الناس مستعجله ليه، وايه وجه العجله، وانه احنا هي دي مستقرين. كانت التصريحات من هو قبل للاسف، الوزاره بالمناسبه. هو للاسف الشديد في بعض الناس واخده الموضوع بشكل، يعني انا بتعجب اليه، بفوجئ بان في وجه العجله، وجه السرعه، وفي ايه تمام. بالظبط؟ انا بقول للناس دي اهدوا شويه، ونادي الزمالك نادي مستقر يعني بشكل مؤسسي، لن يتصدع ولن ينكسر ولن لكن نادي الزمالك واقف على رجليه شامخ، عندنا كبرياء على فكره، وعندنا صمود، وعندنا نديه، وعندنا كل حاجه. فانا بقول بطمن جمهور نادي الزمالك، احنا بنشتغل وفاهمين كويس بنعمل ايه، وفاهمين قانون كويس، وفاهمين تشريع كويس، ولا نستطيع ان احنا نفرط في حق نادي الزمالك في اي وقت، ومش شرط مرتضى منصور موجود مش